إذا عندك مشكلة التفكير الزايد اللي تسبب لك صداع وعدم القدرة على النوم، ضروري تكمل هالفيديو للآخر. راح اقترح عليك مجموعة أمور تخفف عنك التفكير الزايد. رقم واحد، قفل الملفات المفتوحة، سواء مهام غير منجزة أو مواضيع بينك وبين شخص بعدك ما قفلتها. اثنين، اتخذ قرار. وايد من المرات التفكير الزايد بسبب ترددك في اتخاذ القرار، أروح يمين ولا يسار، اتخذ هالقرار، اتخذ قرار وتوكل على الله. ثلاثة، خل عندك أهداف واضحة وقابلة للتطبيق. كل ما كانت عندك أهداف مو واضحة، تفكير زايد. أهداف واضحة بس غير قابلة للتطبيق، تفكير زايد أيضا. أربعة، خصص وقت للتفكير. يعني لا تصير طول اليوم بس قاعد تفكر بالمشكلة اللي ببالك. قول أنا راح أفكر فيها وخصص لها وقت، نقول مثلا المغرب أو العصر، بس لا تخليها تدور ببالك طول اليوم. خمسة، اشغل وقتك، اشغل يومك. ترى أكثر ناس يصير عندهم فرط بالتفكير الأغنياء والأثرياء وذو المناصب. ليش؟ لأن هذا عنده يومه كله على كيفه. فإذا صار ما عندك روتين معين باليوم وما صار عندك شيء يشغلك، تفكيرك هو اللي راح يشغلك بكل المشاكل اللي مريت فيها بحياتك. ستة، في أمور بحياتك تقدر تتحكم فيها وتغيرها، وفي أمور مو بيدك. لا تفكر بالأمور اللي مو بيدك، لأن راح تشغل بالك وتفكيرك وطاقتك وجهدك ووقتك على غير معنى، مو بيدك بالنتيجة. سبعة، سوي اللي عليك عشان لا يحوشك تأنيب ضمير وفرط تفكير لأنك مقصر. يعني خصص وقت حق أهلك، خصص وقت حق زوجتك، خصص وقت حق عيالك، عشان لا يحوشك تأنيب ضمير أن أنا مقصر مع عيالي وبالتالي فرط تفكير. نفس الكلام مع والدك، والدتك، زوجتك وهكذا. أهم نقطة ننهي فيها موضوع فرط التفكير، اتخذ القرار. مهما كان صح أو غلط، بس اتخذ القرار. كل ما ترددت أكثر، فرط تفكير أكثر. وبس والله.